مدبولي يطالب الغرف التجارية بسرعة الإعلان عن انخفاض أسعار السلع، والبنك الدولي يعلن حزمة تمويلية جديدة لمصر بقيمة 6 مليارات دولار. خلال استقباله المبعوث الأمريكي للسودان، شكري يطالب بحل أزمة الخرطوم سياسيا من خلال عملية تشمل الأطراف الوطنية الفاعلة. ومع تواصل المجازر الإسرائيلية، قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة تحت غطاء ناري كثيف وتوقع شهداء ومصابين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. طلب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس اتحاد الغرف التجارية بسرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي أسهمت في الإفراج عن السلع من الجمارك، مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار. وخلال اجتماع آخر، تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، حيث شدد مدبولي على أن الدولة تعمل حاليا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدا جاهزية الحكومة لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد 1 مليون طن من السكر. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن لجنة السكر بالاتحاد ستجتمع مع الشركات الأربعاء المقبل للتوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء. كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، واستعرض الاجتماع تحليلا لقيم أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات وتصنيفاتها. وتناول الاجتماع موقف مختلف المراكز اللوجستية بالمواني الجمركية والتي تم تطبيق منظومة نافذة بها ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد. واستعرض الاجتماع أيضا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات. وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أيضا اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التعاون الدولي وموقف المشروعات التنموية المنفذة من خلال الشراكات الدولية. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل دعم أكبر للقطاع الخاص في ظل ما توليه الحكومة المصرية حاليا لتعظيم مساهمته في النشاط الاقتصادي، وكذا في إطار دعم أولويات التنمية الوطنية. أعلنت مجموعة البنك الدولي عن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار لـ3 سنوات المقبلة. تشمل الحزمة 3 مليارات دولار كتمويل لمساندة جهود الحكومة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما تضم الحزمة 3 مليارات دولار لدعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال. تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب لمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.
نحتفل جميعا بذكرى غالية على قلب كل مصري وعربي، وهي ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد. ونحن نحتفل بهذه الذكرى الوطنية نستلهم منها روح الإصرار على صون كرامة الوطن، وروح الفداء والتضحية والولاء في سبيل الذود عن تراب الوطن ومقدراته وأمنه واستقراره. وإننا في هذا اليوم نرفع أسمى آيات التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري جميعه بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية التي صنع أبطالها تلك الملحمة الخالدة. حفظ الله مصر وجيشها وشعبها، وكل عام وأنتم بخير. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، حيث أكد وزير الدفاع خلال البرقية قوة وعزيمة رجال القوات المسلحة وتمسكهم بروح انتصار العاشر من رمضان. ومن جانبه بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان. وأكد وزير الداخلية أن ذكرى العاشر من رمضان المجيد تجدد في الأذهان أيام مجد جسدت فيه القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية وجموع الشعب ملحمة وطنية في العطاء والفداء دفاعا عن الوطن ورفعته. هذا وبعث وزير الداخلية أيضا ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ندوة دينية للنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. تنفيذا للسياسة العقابية الحديثة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تحرص وزارة الداخلية على عقد ندوات دينية وتثقيفية لتقويم سلوكيات النزلاء. من هذا المنطلق نظم قطاع الحماية المجتمعية ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان المبارك لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحضور نخبة من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف الذين أثنوا على هذا التوجه من وزارة الداخلية. حديث القرآن عن شهر رمضان قال إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أوصيكم بالقرآن خيرا. كلام ربنا، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، ما فيش مقارنة. رقم واحد المصحف. الندوة تأتي في إطار الحرص على إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كأحد مرتكزات السياسة العقابية الحديثة، وهي فرصة ليتعرف النزلاء على فضل الشهر الكريم ويتعلموا المفاهيم الدينية الصحيحة. استفدت منها حاجات كتير في الندوة بتاعت النهاردة، الصبر على الابتلاء، ازاي اخرج اواجه المشاكل بتاعتي، اتعلمت منها حاجات كتير انا ما كنتش عارفها بره. وبننمي معلوماتنا الدينية، بنقدر نسأل علماء، بنشوفهم في التلفزيون بيجوا لحد النزلاء وبنسألهم وبيردوا علينا وبنستفاد من علمهم. كلنا نخطئ، احنا بشر، لكن الفارق بين الإنسان الذي يحب الله ويحبه إنه إذا أخطأ رجع. تسهم هذه الندوات في الارتقاء بالسلوكيات الإيجابية لدى النزلاء، وتؤكد على نجاح البرامج الإصلاحية والتأهيلية التي تطبق والتي تراعي معايير حقوق الإنسان، بل وتساعد على سرعة دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم. صلاة الله قدسي سناها الله، صلاة الله قدسي سناها الله، من المولى على المختار طه الله. الندوات الدينية اللي احنا بنحضرها على طول بتدينا طاقة إيجابية في إن أنا أخرج من هنا أبقى عارفة أواجه اللي بره. استفدت إن أنا أكون إنسان سوي وإنسان منتظم
وأحافظ على أمور ديني وأحافظ على مجتمعي ووطني وبلدي. أشكر سيادة الرئيس على مراكز وأسلحة هين اللي عملها جديدة في حياة أدمية. الندوات اللي بتتعمل هنا حاجات ما كناش بنشوفها قبل كده، بنتعلم حاجات دينية كتير. اللي بيعجبني في هذا الشأن اهتمام وزارة الداخلية بالمواهب اللي عند النزلاء وتيسير الصعاب لهم. هو بيؤدي فترة، الفترة دي بيتم إصلاحه وتأهيله من جديد، وبيخرج للمجتمع عضو صالح داخل المجتمع، فده شيء طيب. هذه الندوات ومع حرص الوزارة على إقامتها بصفة دورية أحدثت نقلة نوعية في فكر وسلوك النزلاء، حيث تسمو بالأخلاق وتؤهلهم للاندماج في المجتمع والبداية من جديد. هذه المراكز التي أصبحت منارة علمية وثقافية واجتماعية، وأصبحت يعني شعلة نشاط في كل المجالات، فهذا العمل عمل ممدوح وعمل يؤجر عليه من قام به. فقد حولها إلى مؤسسة يدخل فيها الإنسان مخطئا ليعود صالحا، يتعامل مع الحياة انطلاقا من الأخوة الإنسانية والمحبة للجميع. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن، اللهم آمين. هذه الندوات الثقافية والدينية التي يقيمها قطاع الحماية المجتمعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بصفة دورية تسهم في الارتقاء بسلوكياتهم وتؤهلهم للاندماج في المجتمع أعضاء صالحين لبداية حياة جديدة لهم. وهذا هو جوهر السياسة العقابية الحديثة، تأهيل وإصلاح النزلاء للاندماج في المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية أن تشمل أي عملية سياسية مستقبلية كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة الداخلية السودانية، على أن تتم تلك العملية في إطار مبادئ احترام السيادة السوداني ووحدة وسلامة أراضيه. وخلال لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، أكد شكري ترحيب مصر بالمبعوث الأمريكي وحرصه على زيارة القاهرة في أول جولة خارجية له بعد توليه لمنصبه. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تشارك في المفاوضات الجارية في قطر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة. وخلال مؤتمر صحفي مع المفاوض العام لوكالة الأونروا، أكد شكري على دعم القاهرة للوكالة لاستمرار عملها في غزة. بالنسبة للمفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين والرهائن، إنها مناقشات حساسة جارية الآن في قطر بمشاركة مصر والولايات المتحدة، وسنواصل جهودنا لتحقيق وقف إطلاق النار وإحلال الظروف الملائمة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب. توصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 64% على التوالي. واقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وسط قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار كثيف أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. وأعلنت قوات الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة بزعم استخدام مسؤولين كبار من حماس المستشفى كمقر قيادة لهم، حيث توغلت آليات عسكرية تحت غطاء ناري كثيف بمحيط مجمع الشفاء والذي يوجد فيه نحو 30,000 مريض ونازح. هذا واستشهد مدير عمليات الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة خلال اقتحام المجمع. نظمت محافظة شمال سيناء حفل إفطار جماعي للأشقاء الفلسطينيين الموجودين في مدينة العريش. هذا وجهت الأسر الفلسطينية الشكر لمصر قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال وتقديم الخدمات الإنسانية لهم. والمزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل.
أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين من داخل الصالة المغطاة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث نتابع مع حضراتكم الحفل الإفطار الجماعي الذي نظمته محافظة شمال سيناء للأشقاء الفلسطينيين المتواجدين في مدينة العريش من المرافقين للمصابين والجرحى والعالقين. هذا الإفطار اليوم جاء بمشاركة كبيرة من أيضا المصريين والمواطنين المتواجدين في مدينة العريش لتأكيد الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين خلال فترة تواجدهم هنا في محافظة شمال سيناء. هذا الحفل الإفطار تضمن العديد من الفقرات التي تحاول التخفيف عن الإخوة الأشقاء في محاولة بالطبع لرسم البهجة على وجوههم رغم ما يتألمون به من فراق الأوطان وأيضا فراق الأهل والأقارب وما حدث في قطاع غزة. فبالتالي هناك عشرات من الأسر الفلسطينية الذين تواجدوا خلال هذا الإفطار وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة المصرية. هذه هي الصورة اليوم من داخل الصالة المغطاة وحفل الإفطار الذي جمع الفلسطينيين والمصريين للتأكيد على مدى قوة الترابط والمحبة بين الشعبين الشقيقين. أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج إلى اللجان المختصة. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس وصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. جلسة اليوم ركزت على مناقشة الطلب المقدم من عدد من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطط المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، حيث عرض عدد من النواب مقترحاتهم واستفساراتهم بهذا الشأن. الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر العنصر البشري أحد أهم الموارد الثروة الوطنية، وعليه يعتبر إعادة بناء الإنسان المصري هو المعادل الموضوعي لإعادة بناء الوطن. إن خلال الفترة السابقة أعطت الحكومة المصرية عناية خاصة لملف الطلاب الدارسين في الخارج، خاصة الطلاب الدارسين في مناطق حروب أو نزاعات أو مناطق صراعات في ظل الأوضاع المتردية التي تشهدها هذه المناطق. مصر نحو الجمهورية الجديدة يجب أن يكون في شباب بيتكلموا مع أقرانهم في الدول الأخرى، الترابط ده بيخلق، وإحنا شفنا في مؤتمر الشباب الدولي العالمي اللي كان موجود في مصر الشباب إزاي كان منبهر ما تم في مصر. لو شبابنا اللي بيدرسوا بره في الدول دي قدروا ينقلوا التجارب دي لأقرانهم، أظن إن إحنا هيبقى عندنا قوة ناعمة حقيقية غير موجهة لكنها بتتحدث نفس اللغة الشبابية. من جانبها أكدت الحكومة أن التواصل مع المصريين بالخارج في مقدمة أولوياتها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمثل المصريون بالخارج قوة ناعمة لمصر، ولأن أي نجاح لهم يمثل نجاحا لمصر. وفي نهاية الجلسة أعلن رئيس مجلس الشيوخ إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات وتعقيب الحكومة إلى لجنة خاصة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد نواب من المجلس أن الاهتمام بالمصريين بالخارج أصبح ضرورة ملحة.
الحقيقة إن إحنا محتاجين إن إحنا نربط بين احتياجاتنا في التخصصات المختلفة وبين استراتيجية مصر 2030، حتى يعني نسرع من تنفيذها فيما تبقى فيها في الست سنوات القادمة. الحقيقة إن منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يعي أهمية المصريين اللي درسوا بالخارج وتم الاستعانة بيهم بالفعل خلال الفترة السابقة في 10 سنوات في المجالات المختلفة، لكن الاستمرارية في الاستعانة بالمصريين من الخارج والطلبة بتخصصاتهم المختلفة اللي احنا الدولة محتاجاها اصبح ضرورة ملحة جدا في الوقت الحالي. يواصل متطوعو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي جهودهم لاطعام الصائمين خلال شهر رمضان الكريم في قرى محافظة سوهاج. يستهدف التحالف الوطني توزيع ما يزيد عن 350 الف وجبة في 17 محافظة. بكد وتفان يواصل متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودهم لإطعام الصائمين خلال الشهر الكريم، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا. قرى محافظة سوهاج كانت موقعا لنشاط مؤسسة صناع الحياة إحدى روافد التحالف الوطني ومركزا لمواصلة إطعام صائميه في مطلع الأسبوع الثاني من الشهر الكريم. إدارة الحالة هي اختيار الأسر المستحقة بناء على معايير وأرقام، بيتم النزول للأسر المستحقة ميدانيا وبيتم التأكد من استحقاقها بناء على المعايير والأرقام، وبيتم اختيارها واعتمادها علشان تستفاد من كل أنشطة صناع الحياة. احنا هنا النهاردة في مطبخنا، مطبخ صناع الحياة المنشأة، بنشتغل في تجهيز الوجبات للمستفيدين. احنا النهاردة شغالين على 250 وجبة على مستوى المركز المنشأة، وعلى مستوى المحافظة بيبقى فيه 8 مراكز شغالين وبيطلعوا وجبات في على مستوى المحافظة، بنعدل 1000 وجبة في اليوم. بنعمل 1000 وجبة يوميا بتوتال 350 ألف وجبة في الشهر، ده خلال المطابخ بتاعت رمضان. كمان في بند الكراتين بنعمل 200 ألف كرتونة خلال الشهر. مطبخ الخير لمؤسسة صناع الحياة لم يعرف الملل أو التراخي في العمل بسوهاج، الجميع تواقون لإنهاء عملهم ويسابقون الزمن لإنتاج 1000 وجبة ساخنة يتم توزيعها يوميا على الأهالي، وذلك بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة. نعمل كل يوم أكثر من 200 وجبة، كلها بتروح للأسر المستحقة تحت رعاية تحت اشراف اداره الحاله كسمانج، وكلها بتروح للمستحقين، وعندنا البروتينات كلها على اعلى جوده. وعبر مطبخ الخير يستهدف التحالف الوطني توزيع ما يزيد عن 350 الف وجبه في 17 محافظة، بالإضافة إلى توزيع 200 ألف حقيبة غذائية بمختلف محافظات مصر عبر مؤسسة صناع الحياة. هذا يكون متطوع صناع الحياة محافظة سوهاج بمواصلة نشاط مطبخ الخير بالمحافظة من خلال 7 مطابخ متفرقة بمحافظة سوهاج لإنتاج 1000 وجبة ساخنة يوميا يتم توزيعها على أهالينا من المحتاجين والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة خلال شهر رمضان المبارك. رمضان ديليفري دي فكرة ان احنا بنقدم وجبات للأسر المستحقة قبل المفطر. احنا بنبدأ السايكل بتاعة المطبخ ان احنا بنبدأ التجهيز من الأول بالليل، من سواء تليين اللحمة أو الفراخ وتقطيع البطاطس أو البصل، ومن ثم نيجي الصبح عشان نحمر ونجهز الحاجة دي. بعد كده بيبقى معنا الشوت بتاع التغليف والتعبئة والتوزيع، ده اللي بيشارك فيه معظم المتطوعين، بيكون من 20 ل 30 متطوع كل يوم. فكرة الوجبات دي بتتوزع بعد كده للأسر الأكثر استحقاقا، بيكون تم فلترتها ومعاينتها من فريق الكيس مانجمنت في إدارة الحالة. وتستهدف فعاليات التحالف الوطني 5000 أسرة توفر لها المؤسسة ملابس عيد الفطر مع توفير مستلزمات طبية وإتاحة عدة جلسات للغسيل الكلوي، لتواصل المؤسسة عملها الخيري في كل ربوع الوطن. نفذت الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية لقاء توعويا بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ويستهدف اللقاء مزارعي الزراعات التعاقدية بقرية بنهو بمحافظة طهطة بمحافظة سوهاج. استمرارا للمجهودات التنموية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نفذت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بقرية بنهو في مركز طهطة بمحافظة سوهاج لقاء توعويا حول العقود التسويقية للمحاصيل الزراعية الصيفية للمزارعين. بندي ندوة عن تسويق المحاصيل الصيفية
هذه الندوة بتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل التنموي في ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وده ذلك أن منع الاحتكار التجار لأسعار السلع خصوصا بعض المحاصيل أمثال الصيفية زي فول الصويا أو عباد الشمس أو السمسم أو الذرة الصفراء. وزي ما دايما الهيئة معودة المزارع أن هي بتاخد معاه طول الموسم، بتكمل معاه طول الموسم، مش بس المحاصيل الشتوية ومش بس محصول القمح، برضو نازلين بكذا نوع من المحاصيل والتعاقدات المحاصيل الصيفية. ومن ضمن التعاقدات أن الهيئة بتضمن للمزارع حد أدنى بالنسبة لأن هو زاد السوق أو نقص من السوق، هي بتدفع الحد الأدنى. اللقاء تناول كيفية حماية المزارعين من غلاء الأسعار واحتكار التجار للمحاصيل، وكيفية تحفيزهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والأساسية كفول الصويا ودوار الشمس والسمسم والقطن والفول السوداني. استفدنا هذا من الندوة أن هو وضحت للمزارع التعاقدات والزراعات الصيفية اللي هتتم زراعتها في الموسم القادم زي عباد الشمس وزي الفول الصيوة وزي السمسم. طبعا وضح البشمهندس النهارده ان التعاقدات دي هتبقى طبعا في شروط في العقد بين المزارع وبين الهيئه، من ضمنها ان هو طبعا الهيئه هتحط حد ادنى للسعر المحصول وتلتزم به. تشرفنا اليوم بحضور ندوه عن النباتات عن المحاصيل التعاقدية، وده يعني من ضمن الإضافات الجديدة اللي هي ضافتها الهيئة والتحالف الوطني بالنسبة للمزارع، بحيث أنه المزارع تعرف على أنواع محاصيل بالنسبة له جديدة، كذلك برضو نوع التسويق أنه المزارع ما يبقاش رهينة للتاجر في تسويق المحصول بتاعه. وتهدف الندوات التوعوية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مجال خدمة الزراعة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحسين مستوى الدخل لصغار المزارعين وزيادة قدرتهم على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها. من أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. Thank you.
بتوقعات الأرصاد مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مدبولي يطالب الغرف التجارية بسرعة الإعلان عن انخفاض أسعار السلع، والبنك الدولي يعلن حزمة تمويلية جديدة لمصر بقيمة 6 مليارات دولار. خلال استقباله المبعوث الأمريكي للسودان، شكري يطالب بحل أزمة الخرطوم السياسية من خلال عملية تشمل الأطراف الوطنية الفاعلة. مع تواصل المجازر الإسرائيلية، قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة تحت غطاء ناري كثيف وتوقع شهداء ومصابين.